يقول لا تاخذ الا حقجة الراس، للراس صف الظنون وكل واحد وظرفه، من كثر حقج الناس في غيبة الناس احيان تكره واحد ما تعرفه. هذا وشو يا دافع البلا والجلا؟ ابن ابوي هذا طال انجيل. هذا بسم الله الرحمن الرحيم. Give me my money. بسم الله. Give me my money. شو؟ Give me my money. Money. وش اللهجة هذه؟ عطى فلوس. فلوس. عطني فلوس. ما الله يرزقك. عطني أنا حرامي. أنت حرامي. ما شاء الله. أنا حرامي خلاص، قررت أحقق أحلامي. وأصير حامي. يا سلام. وأسرق والله بطلع عليه الحين. لا وش... لا 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 لا. تعطيني فلوس. وش معك فيتامين هذا ولا وشو؟ لا يطلع خطل زميلي بالحرامية. لا ما يجي زميلي حرامي، وش الزمالة هذه؟ بدل لي زميلك قناع مكسر. ها؟ يا زميلك قناع مكسر. ما معنا فلوس نشتري أقنعة عشان كذا احنا بنسري. الله بنسري. يا بسم الله الرحمن الرحيم. تخوف زياده الحين. البس البس القناع، البس تخوفنا. امسك 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 انت قناعك خايس. ليه ليه ليه؟ وكنز خطه ناصر بنصير اثرياء اذا سوينا الخطه هذه. انا والله يكفيني خوف الضالي بروحي. الله يعزك. نروح مطعم تغدى. توب توب قلب توب. تايب. طيب والفيلم اللي تابعناه وتعلمنا منه خطط. انا اول تايب. الله يبيض، الله يبيض وجهك. خدرني هذا. ليه غدر؟ الحين انا وياه فيلم. وش الفيلم؟ بروفيسور. انت بتابع توكم تتابعونه. وتعلمنا منه. انتم متاخرين بكل شيء ما شاء الله عليكم. بعدين دقيقه بالله تعال تعال بالله تكفى تعال تعال. في احد يسرق الساعه 3 العصر؟ متى يدامون الناس؟ متى بدأ؟ وش الحرام الغبي؟ تعال بالله بالله تعال 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 قهرشن. في احد يسرق لابس نظاره؟ وش تبي اسوي ما اشوف؟ طيب لو طاحت النظارة شو تسوي؟ أعطيها فلوس أنا. الله يخلو. لقيت على نفسي. أنت مزكم أنت؟ إي والله يبارك. مزكم وراح تسرق. هو هذا ما هو هذا المفروض أنك تتوب الحين. مزكم مريض. أنت المريض لا تقول. لا والله صادق أنت مريض. هذا وش هذا؟ علاجات. بعد معك علاجات راح تسرق. الحين أنت وين تبي معنا؟ أبيك تنزل. وين نزلك؟ بنك. يا غبي انت غبي. ابى اخلص اجراءات معه. هل عندنا بنك؟ ايه عندنا بنوك. شلون عندنا بنك انت الثاني؟ ها؟ اكيد عندنا بنك، وش عندنا؟ عندنا نفس اللي برا هناك، جا بنوك كبار وكذا فلوس. وش فرقنا عن اللي برا؟ ما ادري. عندنا فلوس زي ما عندنا. من يدري؟ من يدري؟ والله ما ادري. يعني ما اتوقع انت ما عندنا بنك؟ لا والله حس بس انه صرفه. صرفات؟ صرفات وش؟ صرفة عادية صغار كذا يعني، حق تسحب اموال للتجارة. غبي هذا. هذا بلا واحد، هذا واحد تاخذه معاك يسرق. والله غبي. والله تو يدري انك غبي يا اخي. والله ما اغبى منه الا انت. اللي الساعة 3 الظهر رايح تسرق. لا لابس اسود يعني قالك ما هو باين. يا غبي. والله العظيم عندكم الدلوخ. الله يصبر. عطنا فلوس. قسم بالله. ها اسمع اسمع والله عليك والله. اي عطى اسمع اسمع بيده كذا كذا. طيب طيب انت يعني حرامي الحين. اي وش الحرامي؟ تراك ما تعرف انا ولا تدبيتنا. يا كلنا نعرفك والله كلنا نعرفك. قسم بالله. فك طيب فك ايدك ايدك ايدك. نزل يدينك نزل يدينك نزل يدينك. كم بحسابك يا بنك؟ بحسابي؟ ايه 100,000. اوه قفني. شارطك بحسابي ما هو. ايه اعطن اعطن. شو احول لك؟ ايه تطلعك بحسابك؟ ايه بعدين اعرفك. ها؟ بعدين اعرفك اطلع لي اسمي. اسحبها اسحبها من صرافة اسحبها. اسحبها من صرافة. لا يطلع اسمي. معلوماتي. والله غبي. Give me my money! Give me! ما امزح انا. خلاص كتبني الحين. ابي 1000 مليون معطيك اياها فحسوبة. علاج اذني. انا بجده يا جماعة. والله لا اجدك والله لا اجدك. تعال تعال. انت جوالي. ها انت جوالي. ما وشو جوالي؟ واضح معك ما معي شيء الا اللي بيدك. يا تستهبل تستهبل. وش وش جيب جوالي. ها جوالي هذا هذا جوالي هذا هذا جوالي هذا وهذا جوالي. عندي جوالين انا.
تحسب علي انت؟ ما اكذب انا، هذا جوالي حقي، هذا هذا جوالي انا انا انا. يا رجل لا تشكك انا بنفسي، يا رجل يا رجل لا تشكك انا بنفسي. يبحان جوالي فكه، يلا فكه فكه، تعرف امزه؟ ايه ها فك يلا يا رجل حقي. يا رجل انت ايش فيك يا اخي؟ وش انت ايش فيك؟ حسست اني حرام يا اخي. اجل لابس القناع ليه؟ لابس القناع هذا الديكور. عطى عطى الديكور، عطى عطى عطى، شوف اعرف رمزونه تعرف؟ ايه كم؟ عطى ما ابي مالك دخل. ها شوف يفك على بصمة الوجه. ها روح ترى جوالك، ترى جوالك مقلب. مقلب ها؟ مقلب عبي نمزه معك. ها؟ مقلب مقلب ها؟ حرامي غبي يسرق الساعة 3 الظهر. السلام عليكم، الله يسعد مساكم كل خير، كيف الحال؟ شلونكم طيبين؟ صلوا على النبي جماعة الخير، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم. السلام. كيف الحال؟ يا هلا. ان شاء الله. وشو هذا؟ والله غدا. لا لا هذا هذا جنبك. حرامي. هذا حرامي؟ اي والله راح يفر. ما لقى حد يسرق وجاني بيسرق، قلت ما معي الوالي ما معي الا هالغدا. خليك تتغدى. قلت لك فباك، قلت حيك الله. الله يجزاك خير، الله يجزاك خير. يا حول مسكين. مسكين يا حول، شكله جوعان والله. دلخ دلخ. اي حرام دلخ والله، انه دلخ. حي على الصلاة، حي على الصلاة. السلام يا سلام. ها كم بقيت؟ خلص الحين تخلص. يلا يلا بعد الصلاة، بعد الصلاة صلي، وبعده تبي تشرب لك فنجال. ايوه يعطس الافاعي فنجال، ما صار له استواء فنجال، اهم شيء يمخمخ الراس. اقول يخليك تقندر الراس. ابد مريت بيتك ما لقيتك في المكان هناك. هلا عم مزيكا. يا هلا والله. هلا بالشيخ. الله حيه. كيف الحال؟ مالكم؟ يعلك طيب؟ الحمد لله. مالك طيبة؟ الحمد لله. شلونكم؟ تفضل. يمين. أكبر أكبر أكبر. أكبر المرة اللي فاتت. أكبر يا ابن حلال. أقول تعال لا تحلف علي، لا تحلف علي. ابن أبوي. يا هلا. هلا بالشيخ. يعلك طيب؟ كيف الحال؟ اسمع. ها. سبحان الله. الله سبحانه وتعالى يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أنا إيش؟ سبحان الله تتفكر كم نعمة الله سبحانه وتعالى معطيك. واجد. واجد. إذا ما تحصوها. صحيح. تخيل إن كل نعمة الله أعطيك إياها سبحانه وتعالى قاعد يحفظها لك. سبحان الله. سيارة تحطها هنا كنت نتف. صحيح. وعلى ذلك الله حافظها لك. بيت أملاك وأشياء كثيرة. فلذلك وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، كذلك الله متكفل في حفظها ويرعاها. سبحان. إذا من جعل الله حافظا لسره حفظه. الله أكبر. وإن جعل غير الله ضاع، من اللي بيحفظ غيره؟ صحيح. فلازم الشكر. الحمد. لازم نشكر الله سبحانه وتعالى. عظيم نعم عظيمة وكثيرة كما قال علي الفيفي حفظه. إيه فالله اللهم لك الحمد على نعمك، واللهم لك الحمد والشكر دائما وابدا. عاش والله صي. تعيش يا بعد. يا مل العز. عزه. اوه يا سلام ما شاء الله. فنجال ايش هذا؟ هذا فنجال المخمخه. فنجال المخمخه. اي نعم. عليك فنجال المخمخه يا عم زيكا. سلام يا سلام. وش الشيء اللي يجعلك تبكي بسرعه؟ اكتبوا لي بالكومنت وانا بسال عيال. ابو ناصر. يا هلا. وش الشيء اللي يجعلك تبكي بسرعه؟ القهر يا ضاي. القهر. اي والله. اذا انقهرت تبكي على طول غصب اصلا. ان شاء الله ما تنقهر. آمين. وانت يا عم مزيكا؟ اذا شفت شخص يبكي ابكي معه. بلوتوث انت على تشبك. يا دفع البلاء. وانت يا اصيل؟ انا اذا قطعت بصل سبحان الله هبتي. اعوذ بالله. على طول بسرعه. الله اكبر. ما شاء الله تبارك الله. مباراة النصر السعودي يا جماعة ضد الريان القطري، هذا وين هذا؟ هذا بالأول بارك. بالأول بارك. أيه؟ وش هي مناسبة المباراة؟ هذا آسيا، على آسيا مباراة، مباراة على آسيا، 3 نقاط على آسيا، يعني مهمة مهمة. وإن شاء الله كريستيانو يجيب هدف بالمباراة. كريستيانو المنتي هذا مو منتي،
وش منتي حليب مراعي هو مراعي كباري لا 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 رجع جالس يلعب لا لا كم كم والله عايش عايش آه أبو جونيور أبو جونيور يسويها أقول شكله يسمع يا عمر مبدع لا مخرج منه والله مباراة حماس يا جماعة بالتوفيق إن شاء الله للجميع والفائز نقول له ألف مبروك بس ودي أسألك يا صي وأسألكم أنت من الشباب كم تتوقع النتيجة واللي بيتوقع نتيجة الصح أيوة له 100 ريال كم تتوقع أتوقع 2-0 للنصر إن شاء الله 2-0 إن شاء الله حلو وأنت أبو ناصر 3-1 للريان للريان 1 للريان و3 للنصر آه كسر يعني 3 للنصر 1 للريان بإذن الله حلو وانت عم مزيكا 2-1 للنصر حلو يعني توقع الريان بدي يفوز والله ما توقع مع ابن وبين جمهورنا صعبة صعبة عليه شيء نبي نشوف نبي نشوف يا جماعة الخير توقعات الشباب اللي بيطلع توقع صحيح راح ياخذ 100 ريال واكتبوا لي يا جماعة توقعاتك كما تتوقعون يفوز الريان ولا النصر ابو جنيدي هلا بالغالي شلونك يعني لك طيب والله خير امورك طيبه الحمد لله كم تتوقع نتيجه المباراه والله انا ما اتوقع الا بعد ما اشوف اللعب المستوى بعد ما تنتهي المباراه لا مو تنتهي المباراه مستوى الفريق هي الحين بالشوط الثاني هم اي تنتهي المباراه عندك توقع ولا لا والله اتوقع 1-0 ولا 2-0 هو 1-0 هي النتيجة. أكمل جنيدي لا تتوقع. الله يستر خلص المباراة. خلص خلص. أي. سبلاك. وش سالفة؟ ما شاء الله. أبو خالد هو اللي أبو خالد. هل من أبو خالد؟ هل من أبو خالد؟ ما شاء الله هديه يعني ولا وش ما ادري ما قال لي شيء فجاه كذا ابو خالد اقول له وش ما في مناسبه ولا مناسبه ولا شيء لك موصيك على شيء ولا موصيني على شيء صدق اي والله ليه؟ يمكن بالغلط بالغلط يغلط بالف خمس والله ما ادري الف خمس بالغلط اصل الف خمس ما هي غلط دق عليه طيب دق عليه دق عليه ليه دق عليه ايش تبي ليه حولتي خلاص بحاول ما قال لي شيء انا ما اقول شيء وش بتجحدوا ما قال لي شيء انا ما اقول شيء طيب يمكن هديه يمكن يبي شيء يمكن يبي له حاجه ما دق علي ولا ارسل لي شيء ولا سوى شيء فجاه كذا هذه هديه والله صدق انك تساهل يا صدق وش اتوقع يسوي ابو خالد هديه ابو خالد ليش ما يسوي؟ عمره دال فلوس انا اسلف يطلبوا مني يا رجال كل ما هذا والله تستاهل وش دق تأكد طيب دق دق لا لا من دق متابع المباراة دق من حلال لا والله ما الحين من دقن عليه ما من دق عليه دق عليه ليه تأكد من حلال هو ما دق علي ولا رسل لي أنا دق ليه أنت تأكد قلب خاطرك محول لي 1005 يمكن بالغلط بالغلط معقولة في أحد بيغلط بالف خمس حد أنت تأكد طيب يلا أنزل بزر يعني ليه تعشينا ها تعشينا الليلة ها أقول العيال بشرها لا ها لا 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 ها أنا قلت لك بس أنت على سر بيني وبينك يعني ما في عشاء الليلة ما أنت إذا هدية اسمع اسمع إذا هدية في عشاء ها إذا هدية في عشاء إذا هدية لكن خاصة عشاء خاص يعني انت بس انت شيء خاص لك طيب اذا بالغلط اذا بالغلط ايه راحت عليه افا بتروح عليه حبيبي ما يغلط عندي خلاص لا ان شاء الله نادي ان شاء الله نادي تفائل فاعلكم من فيك المشكله شلون تبي يديني وهو مسلفه يعني هو يطلب الحين هو يطلبك فلوس اي شيء ما يدخل عقب شلون والله عاد شو السالفة؟ ما ادري يا اخي والله ما ادري شو السالفة بدق عليه طيب انا بدق عليه بالله اسكت يعني خليه بوجهه كذا طيب اذا ما يدري اذا ما يدري خله ما يدري رجت هذا من الله جاني طبعا انتهت المباراة يا جماعة الخير 2-1 للنصر الف مبروك الف مبروك صفقة صفقة يا عيال منو صاحب التوقع الصحيح؟ انا انت قلت 2-1 2-1 متأكد؟ ايه
متأكد قلت؟ أنت كم قلت؟ ما جالي أنا قلت 2-1. قلت 2-0. أنت قلت 2-0. أنا قلت 2 وقلت 1 بعقلك. أنا قلت 2-1. أنت كم قلت؟ 3-1. أنت 3-1. ألف مبروك عمو الزيكة، فاز معانا 100 ريال. تستاهل. حيك وحي فولك، حيك وحي فولك. رد عليه يا اخي، انا بديت اتوتر. رد عليه. طيب لا، من يرى هذا رد عليه. رد عليه، شوف شو رد فعله. طيب صدق انت؟ اي والله. شوف شو يقول. طيب والله ما ادري، بديت اتوتر انا. ليه؟ والله يدك. ها يدك. رد. هلا هلا والله. هلا صديقي. هابر شلونك؟ والله هابر. افتحت شو؟ جيتك حواله. ايه طلعتك فرجع لي اول مره. بالغلط؟ ايه لا 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 على شكل بس. لا 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 لا، وين وين؟ رد عليه، رد عليه. هلا اصير يا ابن هاب. لا بسرعه الرجعه، مو وقت مسكر. ايش تبي؟ رجع الحوال هذا اللي جتك. ما جاني شيء يا رجع، انت غلطان، شكلك محاول لواحد ثاني. كم جاك؟ كم جاك؟ اتوقع 1005. ايه رجع، رجع بسرعه. ليه حولت لي يا ولد؟ ما بغض قاعد اكلم واحول يا ولد، ما انتبهت. ترى يمك بالله بالله اصير بسرعه. رجع ابو خالد، هي دخلت حسابي، والشيء اللي يدخل حسابي ما يطلع. اصير مو وقت مزح. الرجل ينتظره بالله. الرجل ينتظرك، ما ينتظرك. الفلوس جني يعني جني. يلا مع السلامه. لا ترى معربن يا ولد على اللي شغله. يلا شو. هلا 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 يا ولد، والله يذبحك. يمنع ابوه علي منه، دخل حسابي هذا فلوس. والله يدك، والله واضح انه مستعجل. ها يا ابو خالد، ازعجتني يا رجال، انا مشغول يا اخي. لا اصير الله يرحم والدي، فجنا. انا مشغول يا اخي، انا مشغول يا اخي. انت ما قلت لي تروح ولا اصير يا اخوي. رجال حسب لا تكتب عليه، انت تروح والدك حسب لا تكتب عليه. يعني انت حسب ان فاضي زيك يا ود. اصير انت ما انت فاضي، انت مشغول رجال، بس حول لي الرجل ينتظره. وش حول لي؟ ما معي فلوس انا تدري عاد هالشهر هذا اني مطفر. تدري حسابي ما ابو 10 ريال، وانت حولتها صار 1510. ها؟ حول 1400 ساعة. ها اعطاك 100 هدية. لا حبيبي وين تعطيني نص بال. لا لا والله لا. انت دورك يطبق وجهي. يقفل اصلا. ويلي مستعجل. انا اقول خليه يتوكل على الله. تسحب عليه؟ اي اسحب عليه. طبق بوجهي. ليه يا اخي؟ حول له ابو خالد بالغلط. ايوه. ويقول له رجع لي فلوس وعيه. كم جده؟ حول له 1005. شو ذا الحين؟ رد علي ابن الحلال. لا والله. حد يا ابن الحلال. اعطيه بعد مشغول. انا مشغول يا عم زين. وش اللي رجع فلوس رجع؟ اقول انتبهوا. رجع. هذا رزق من الله. رزق من الله جاني. يا ولد وداني انا هذا رزق جاني الحين. انت لو يجيك رزق اقوى. والله العظيم ابو خالد والله واضح على نار. ما علي منه. الحين اسمع ايش رايك بالله؟ حاله ما يصلح. تلقى عنده ظروف، عنده اشياء يقول بعربن. حي عطب حلال، عطب فلوس. لا ما فلوسي خذن حساب يا ذون. فلوسي انا. فلوسي ولا فلوسي ولا لا ابو جنيدي. مشرح ما دخلت فلوسك الرجال، يمكن محول بالغلط. اي محول بالغلط. طيب رجع له لا يكون مسوي. يا اخي انا مطفر يا اخي، حتى انا عندي ظروف يا اخي. انا عندي ظروف. لا يجيك الحين. انا خوفي انه يجي الحين ابو خالد. بس بيجي ابو خالد. بخلي على 1005 والله ما يخليه اليوم. حبيبي يجي ولا ما يجي؟ هذول صار فلوسي بحسابي يعني. شاب يطلع فلوس. وش الفلوس؟ وش السالفه؟ اسمع وش السالفه؟ فلوسه ما حد له دخل. وش السالفه؟ وش السالفه؟ ما ادري بس فلوسه. ابو خالد محول له 1005 بالغلط. ابو خالد؟ اي بالغلط. بالغلط. فرصتك هج. هذا رفيق شو هذا؟ هذا انتبه منه هذا. ايش عم مزيكا؟ يقول ما ينفع انه ياخذ هذه الفلوس. ليه؟ حلال عليه.
فلوس الرجال وغلط انه حول عليه، لازم يرجعها. يعني ما يجوز، ما يجوز انك تاخذ يعني. طيب واذا ما رجعتها زي السرقه كانك سرقت يعني حرامي. حرام يعني؟ لا 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 انا يعني اسمع يعني حرامي. انا ماني حرامي. شوف الحرامي، انا ماني حرامي، هذا حرامي يا جماعه، حرامي. حرامي. لا لا ماني حرامي حبيبي، لا تتهمني بالحراميه. الفلوس الرجال اللي هو يتكلم عنها هذا ابو خالد، هذا يعني ابو خالد وبيننا احنا عيش وملح، وحنا اكبر من السوالف هذه، اكبر من 1500 ريال حول على حسابي. ابو خالد ابوك اخوك اهم شيء شخص ثاني، هذه سرقه، هذه هديه، ما ممكن اعتبرها هديه، مو سرقه يا رجال. هو ليش هديه؟ اذا قال لك يا اصيل هذه هديه مني لك، مو تدخل حساب يا اخي. انت بكلك ودي وانت بتسدوني يا ابو ناصر. تعال الحين، لو جتك فلوس 1500 ريال يعني دخلت بحسابك ايه كذا رزق من الله، تاخذه ولا لا؟ 1500 رزق طب بحسابه 1005 ها هج هج يعني تاخذه ولا هج؟ وش اللي هج؟ هج 1500 هذه اليوم تسرق بنك ودنيا جتك خلاص جاك البنك. اي والله جد، اي والله طلع قوي، طلع حرامي والله انه بطل. انت تفكر وين القناع؟ ابي القناع وينه؟ القناع البس البس يلا هدينا بس. هلا ابو خالد يا هلا هلا ابو خالد، الله عافو يا حبيبي يا هلا. واللي يرحمني شي معنا، واللي يرحمني شي معنا جايب لك مشبوس. اوه يا سلام يا سلام. مش مهيب انت، شلونك حولت له يا اخي بالغلطه؟ ليه ما حولت لي يا كلم؟ ما انت ضاري، هذا صيف فوق فوق يا عله عافيه يا عله عافيه. يا ابو خالد تبتقنع انه ما معك ال 1005 هذه؟ ما معي. تبتقنع عن انك صفرت؟ تبتقنع عن تبتقنع عن انك ما ولت له من ال 1000 الثانيات؟ اسمع والله يرحمني فيك، ايش رايك بالمشبوس حلوه صح؟ جايبه عشانك انا، ابي فلوس احولها. انا غلطت، انا غلطت يا زين، انا غلطت. لا غلطت بعين الفوار. اسمع يا حول له والله لازم يكسر هذا ابو خالد. والله هذا من عندي مين؟ خلاص عاد كله بسبوس بكليته. عطنا فلوس يا اخي، ما معي والله اني مطفر يا اخي. ايوه ما يمديك تطلع يا ابو خالد. ابو خالد ما معي سراره، ما معي شبكه اساسا، ما معي شيء. حول ما في شيء يجيب الغسل. ترى بكسر فوق راسك. حول وش اللي تكسر؟ حول بعدين يطحنا ال 1005. ابو خالد والله انصدت المره. ابو خالد المره هذه انصدت. في رمز بنك ابو خالد، في لو تحول يجيك رمز لازم هو يحطه كل شيء نازل. اي صح يا حبيبي. لازم اسلوب ما هذا اسلوب. فنجال اوه فنجال، انا بفكر بالموضوع. فنجال يفكر. حول ابو خالد خلاص جنب حسابي، هذا رزق من الله والله اني ما طيب فلوس يا وش الرزق اللي بعد الرجال ورب المصحف والدلام، ما بعت حساب الا 10 ريال. جيتك 1005؟ جيتني 1005. لا اله الا الله. يا اخي شلون كذا؟ والله اه يا ولد يا ولد تحت عليه البدل اللي بعد تصوير ولا حرام تقول حرام، لا تصلح يا اخي. نزل هذه حرام، لا تاخذ فلوس ما هي لك. انت بتاخذ شيء ما هو لك. ايش تبي انت؟ تطلع منه يا اخي، تدخل النار بسبته. ادخل النار ليه يا اخي؟ ايش اقول له؟ اعطى فلوس يا ابن الحلال. الحين انا بسارقه انا. لا بس حتى هو جاك برضه. الحين انا سارقه. اي كذا سارق. الحين انا حرامي. حرام. ما عنده مع حرامي. ركز. تعب موضوع. الحرامي عنده.
خلاص تساوى. اطلب فلوس يا ابن الحلال. ها فلوس يا خلاص سمون على ابو خالد. اعطوا 1003. 1003؟ حول له 1000. اعطوا 200. امني انا اكد عليه انا. خلاص 200 على قولتهم عن انا الغلط، لا تغلط. غلطة الشاطر ب 10 ابو خالد. يلا يلا يلا. وش 200؟ ايه ناصر انا اقول لأبوك اقسمك مع ذا الحين. رجع له يا متربك ترى يعطون يمكن 2.5%. ايه يعني هذا اخذها 200. يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ خلاص ابعد يا شيخ. تراك اقسم بالله بلشتنا يا شيخ. ايش تبي يا شيخ؟ هذا موجز. خلنا نعيش يا شيخ. خلنا نسري. خلنا نسري الناس يا شيخ. بالله وتالله 3 شهور اعوذ بالله ان ما رجع فلوسي. 3 شهور ما قبضت حياتك. اسمع ما دخلت في الاخ منتم دخلت حبيبي. لا 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 قول لي. لا اسمع دام الوضع كذا ابو خالد ما قط انا ماني قط. بعد انا ماني قط. فلوسي معك شلون بتقاط يا خبل. هذول ما لهم دخل بقطه استراحه. انت ما تقط تدري ها 3 شهور قدام معصي ما معي شيء. خلاص اقط معصي تبي تاخذه بالشارع مع انقعد. يا ولد الوضع توتر. انت شو ابغاك؟ انا حرامي انت. ها حرامي لا تفركشنا. لا ابد ما انت حرامي. ايش في؟ تعال تعال دقيقة دقيقة. ابو خالد ترجي من هذا ارجع لك شيء. من عصير؟ من عصير يا حمادي؟ حرامي خلي معاي ابو خالد. ادع ادع قل يا رب قل يا رب. نروح اندونيسيا. نروح اندونيسيا ب1005. اي والله اجواء يا رجل. هاي تذاكر ما تكفي. شلون 1005 صح هيك ما تكفي ضاري. ما متكفي الواحد يمكن حوالي 3000 او 4000. ها ها ب 1005 ايش رايك؟ ها نشتري لنا موتر ب 1005. هي صيح بلاش. يا اخي يا غبي يا اخي هذا بجنن يا اخي. ناصر انا تبت انا تايب انا تايب. 1005 هذه انا برجع لابو خالد 3000. 3000 برجع له. ابو ابي برجع له بس هذا ما يقعد عندي. خارج انقلع انقلع. ادفع عن وجهي. ادفع عن وجهي ناصر. ناصر انت افكارك ما ادري من وين تجيبها. غبي غبي مره غبي والله. انت تبي نصيحتي يا اصيل؟ 1005 ما تسوى انك تخسر خويك. والله انك صح. حصل انت تجفله. رد ال 1005 يمكن بعد صغير يخطي شيء على قولتهم اكبر. يعني كم يخطي؟ 1005 وش تسوي لك 1005؟ وش تسوي شيء واجد وش تسوي؟ وش تسوي لك؟ اذا انت ما تسوي شيء انا اسوي لك. لا لا انت عصري انا تغنيني شهرين قدام. شهرين يمكن بعد صغير يحول لك 50000. الله يسمع منك يا رب. انت تفكر فكر فكر لقدام لا تفكر الان. يعني الان حول لك 1005 رد له لا تنشف دمه لا تخليه يصير ينتبه. بس هذا يحول ينتبه يقرا الاسم 3-4 مرات. والله انك صعب. انت خلى ان الموضوع يعدي. يعني تشوف رجل؟ الله رجل. وقل ابو خالد حقك موجود وما ضاع وامزح معك ورده. بس يحولك 50-100 حلو ذاك الوقت يعني. يا انا رد له. رجع له بس مو الحين. ها ابي نشف دمه شوي. وين نشف دم؟ ما ابو قطره دم. عندي مقيلب. مقيلب مقيلب واحد والله والله حرام ابو خالد. بعد برجع له يا علي ما احول لك بالقلب. خلاص ابو خالد ان شاء الله الامور طيبه. ها خلاص صيد. خلاص برد لك بس ترى حولت لهم 500 وانت بها هو لك لعب. ها والله حولته. ايوه والله اقول لك حولت لهم 500 وبرجع له ال 1000. اي ما يخالف واعتبر هذه سنه من ضمن الاولاد. اي ما يخالف. خلاص ما يخالف يعني عادي عادي ياخذ 500. ما هو له الحين هو شوفوا هذا الحين شوف حسابك جيت حوالي بس حاله انت شلون موافق اذا هو هاللون على موضوع. والله اي والله عبد المساعد الله يبيض وجهك. سلام. خلاص خلاص جيتك حوالة؟ لا ها تأكد حوال ها 1005. ايه تستاهل يا ابو خالد.
ما قلبك ترى جدول عليك والله يا ابو خالد. خلاص خلاص رجع فلوس نشوف دمه. بصراحة ابو خالد هل توقعت الصي يرجع لك 1005 ولا لا؟ والله قلت يرجع بس لان نشف حلقك. يعني انت متوقع انه بنشف دمك؟ والله متوقع. بس اهم شيء يرجع يعني يا اصيل امين. اي والله يبي يرجع. كفو كفو يا اصيل. احذف حساب من البنك ابد. اعطوا حظه. ما شاء الله تبارك الله. الله عافو. الله يعافيك. اليوم في خلطات ها؟ اي خلطة ان شاء الله. وش المكونات؟ المكونات سمندر وبرتقال. اوه يا سلام. هذا ضغط ابو خالد. ايه سويت مقلب انا. عقب المقلب ها؟ عقب المقلب. هذا والله سمندر حلو. بسم الله. بسم الله. واحد اثنين ثلاثة. اوه سلام. سلام يا سلام. ما شاء الله تبارك الله. اللون يشهي. الله يسلمك. لا حلو والله والله حلو. اوه يا سلام. برتقال مع سمنده. والله حلو كلا. اي والله ممتاز. يا سلام يا سلام. لا لا هذه خلطه بنعتمده. والله اني وازنه صح بعد. والله الوزن حلو. الله يسلمك. هذا بو فايده يا جماعه. ترى البرتقال والشمندق ابحثوا واقرعوا عنه واحده بواحده. والله انه جميل جدا. انت كم حطيت شمندق؟ حطيت شمندقتين صغار. تنتين صغار. اي كم برتقاله؟ اتوقع 5 مدري 6 برتقاله. يا سلام يطلع لكم الشكل هذا والطعم. وشو شمندق قوي. اي لو تزود شمندق على طول يقبع. هي لا بس هذا وزنه خرافي. شكرا يا صيل. العفو يا حبيبي. مسابقه خفيفه لطيفه والجائزه 100 ريال. حلو مضبوط مضبوط. وش خلوكم مركزين يا شباب. عندنا هنا 4 صحون. كل واحد كل صحن بلون مضبوط. وعندنا هنا بودره وعندنا جائزة 100 ريال. يا سلام. وعندنا هذه الكورة. طبعا تختار بالبداية قبل لا تبدأ بالكورة تختار وش اللون اللي بتوقف عليه الكورة. أحمر. إذا وقفت الكورة بالأحمر تفوز بالجائزة. ألف مبروك ويعطيك العافية. توكل. يا سلام. إذا ما وقفت بالأحمر وقفت بأي لون ثاني بودرة تأخذ من العقاب. استراح. مضبوط مضبوط. واضحة. بسيطة بسيطة. يا تاخذ الجائزه يا اصيل يا تاخذ البودره. يلا. وش اللون اللي تختاره؟ اختار الاحمر. الاحمر. اي يلا. يلا بسم الله على بركه الله. لا فرصه ثانيه. بالله بالله فرصه ثانيه لاني بديت انا اول واحد. تكفى فرصه ثانيه. ها نسامح ولا لا؟ يلا اعطوا فرصه ثانيه. فرصه ثانيه. يا عمري يا بالازرق الازرق بالله بالله الازرق. يلا. ها. بسم الله. واحد اثنين ثلاثة. ايوه. لا خذها. يا تفوز بالمية يا عمو زيكا يا تاكل البودرة. بسم الله جاهز. روح هذا هذا. يلا يلا. ما شاء الله تبارك الله. ابو حضيضة اليوم عمو زيكا. يا سلام. تفوز بالمية يا ابو جنيدي ولا تاكل البودرة؟ جاهز. وين تختار؟ البرتقالي. البرتقالي. أوه. يا سلام. جاهز. بسم الله وعلى وقت الله. ركز ركز. يا حبيبي. عندي لغز العيال وتحدي اللي جاوب. ان شاء الله يجاوبون اليوم عيال. يقولك ما هو الشيء الذي قلبه ليف؟ قلبه ليف. ايوه هذا اللغز. هاي عيال شلون قلبه ليف؟ قلبه يعني هذا اللغز. جاوب انك جابه. حيوان. ماني الفتيلة. 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 لا غلط. ها ها الفتيل. لا غلط. عندي عندي. وش هذاك؟ حق البحر هذاك السفنج. سفنج بوب. سفنج بوب. سفنج. لا 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 غلط غلط. ها ابو جنيدي. اخطبوط. طب الليف. الليف. لا غلط. الليف نفسه. لا غلط. عيال اللي جاوب له جائزة لان هذا السؤال يبي له تفكير. الفرن. 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 ايه لا الدلة. الدلة نحطها ليف.
ايه صاد لا قريب ما ادري داو فكر فكر ها ابو خالد التمره تمره لا غلط نواة التمره هذه النواة يمكن ما ادري شيء وش شخصيات اليوم ممكن تشوف جسم تشوفه صحيح لكنه داخليا مريض الاجساد احنا ممكن نهتم كثير بامراض الاجساد لكن احنا ننسى ان القلب كذلك يمرض مثل امراض الحقد والكراهيه والحسد والبغضاء هذه امراض تهلك الجسم والجسم صحيح ما في شيء وعلاج هذه الامراض القران الكريم وصلتك بالله سبحانه وتعالى فرساله اليوم اعتني بقلبك